اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقه جديده وحلقه اولى من برنامجكم اليومي خبر اليوم، كنقدمه لكم عبر قناتكم الالكترونيه شوف تي في. خبر اليوم موعد جديد غادي نحاولوا اننا نطلعوا لكم من خلاله مناقشات العديد من الاحداث، سواء سياسيه رياضيه اجتماعيه ثقافيه او الفنيه، اكيد بطريقه مبسطه جدا. اليوم الحدث هو ان الاتحاد الافريقي لكره القدم فرض عقوبات على المغرب بحرمانه من في دورتين 2017 و2019 من كأس أمم إفريقيا، وكذلك عقوبة مالية تقدر بنحو 800 مليون سنتيم. اليوم غادي نناقشوا هذا الموضوع أكيد برفقة زميلي إدريس شحتان، مرحبا بك. مرحبا بك منال. طيب، قرار اليوم ديال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف قوبل بنوع من المرودة من جهة الجامعة الملكية لكرة القدم، شنو يعني نقوله في القرار ومن بعد نجيو للجامعة الملكية اللي قررت أنها تعقد اجتماع يوم الاثنين المقبل؟ نعم، شكرا أخت منال، مرحبا بالمشاهدين الكرام في برنامجهم الجديد خبر اليوم. خبر اليوم تصادف حدث أو خبر رياضي تتجلى في العقوبات القاسيه اللي فرضتها، انا مثلا نقول لك فكنتي فرضتها الجهاز اللي عيسى حياته على الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم وعلى كره القدم المغربيه وعلى المغاربه بصفه عامه. صحيح راه القرار كان قاسي جدا وصادم. علاش صادم وعلاش قاسي؟ رغم انني ما تفاجاتش به شخصيا، انا ما تفاجاتش به، وعدد كبير من الراي العام المغربي ما تفاجاتش به، ولكن قاسي وصادم. هي كان منتظر العقوبه، كان منتظر العقوبه، ولكن فين كاين فين 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 تتجلى الصدمه ديال القرار؟ هو ان المسؤولين الجامعيين، المسؤولين الكرويين في البلاد، سواء وزير الشباب والرياضه، الشباب والرياضه السابق اوزين غير ماسوف على رحيل ديالو، كان تيوهم المغاربه من بعد ما طلب قرار ديال التاجيل ورفضاته الكاف ولا رفضوا عيسى حياته، كتقول المغاربه بان راه ما غاديش يكون شي عقوبات في يعني تشمل المنتخب الوطني المغربي، ولكن غتكون عقوبات ماليه رمزيه كذا، لان القرار ديال المغرب سليم في الاخر. بغض النظر على القرار المغرب سليم ولا غير سليم، احنا الان امام حدث، امام واقع فرضوا عيسى حياته وفرضوا اللوبي ديال عيسى حياته. المشكل هو ان هاد الناس ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم كما وهمونا وهموا المغاربه على ان ما غاديش تكون عقوبات تتشمل المنتخب الوطني المغربي، وما تكونش عقوبات اللي هي قاسيه، وعلى ان احنا في مفاوضات الى اخره، وتنقال كاس الافريقيه من المغرب الى غينيا، وشفنا الشوهه اللي وقعت في غينيا، سواء من ناحيه التنظيم، سواء من ناحيه التحكيم، سواء من ناحيه الاقامه، سواء يعني من بين اسوء الكؤوس الافريقيه في ضبط تاريخ الكاف. اكيد. ومع ذلك ولا شي مسؤول مغربي تجرأ وخرج وقال بان او دير هادشي اللي وقع راه ما يمكنش يوقع، وراه خصنا نديرو ونسالفو ولا لا. كان الزميل زملاء في القسم الرياضي هنايا في قناه شوف تيفي اتصلوا بعض الاعضاء الجامعيين وقالوا لنا ان الجامعه الملكيه غادي تعقد حتى نهار اثنين ان شاء الله، حتى نهار اثنين دوز الجمعه ديالها عادي ودوز الويكاند ديالها عادي، عاد تعقد اجتماع وتجي تخرج لنا بشي قرار تقول لنا سوف نقوم وسوف نقوم وسوف نقوم. وهذا تيحمل مسؤوليه كبيره الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. لو كنا بصح في دوله تتحترم الاراء ديال الجمهور ديالها، تتحترم الراي ديال الشعب المغربي، وتتحترم السمعه ديال كره القدم المغربيه، كان المفروض عليها اليوم تعقد جمع عام استثنائي. هنا ماشي غير الجامعه الملكيه المغربيه اللي خاصها تدخل، حتى الحكومه خاصها تدخل، لان هذا ملف ما كانش غير عند وزاره الشباب والرياضه او لا الجامعه، دخلت حتى وزاره الصحه ودخل حتى رئيس الحكومه اللي استقبل عيسى حياته. ومع ذلك عيسى حياته مشى من المغرب ووجه لنا واحد الصفعه قويه اللي هي رفض التاجيل ونقل كاس افريقيا الى غينيا. واليوم مباشرة بعد الشو اللي وقعت البارح ديال الجمهور الغيني اللي اقتحم اللي نعم. وجه يعني العنف ديالو للجماهير ديال غانا في ظل لان شوف عيسى حياته الان كيعيش مراحله الاخيره. عيسى حياته الان خصو يمشي بحالته من الكاف. طيب نرجعوا للقرار ديال نعم. انا نقول لك المغرب ما عرفش يلعب على ان الكاف الان تتعيش واحد الهزه خطيره، لان تشوه في كاس افريقيا وعيسى حياته ما بقاش عنده مساندين ولا واحد اللوبي اللي كان تيلعب معاه في الصفقات ديالو في طبيعه العلاقات ديالو مع بعض الجامعات. الان تشوه تفضح، ومع ذلك الجامعه المغربيه ومسؤولين الكرويين في البلاد ما تجرؤوش على انهم يقتحموا المجال. وهنا تيجي ديك النقطه القديمه اللي كنت نهضروا عليها، اللي ما عندناش اطر وطنيه او ما عندناش يعني كفاءات مغربيه اللي كانت تكون داخل الجهاز التنفيذي ديال الكاف وتدافع على الملف المغربي وتدافع على 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 على, على, على المطالب.
المغربيه، حنا تنأديو الثمن، السمعه ديال كرة القدم المغربيه كبيره، السمعه ديال الرياضه المغربيه كبيره، وانها تتشوه من طرف الجهات اللي في ديالك وتتشوه حتى المسؤولين الكرويين والرياضيين في هذه البلاد هذه. حنا الا خدينا المثال غير ديال تونس يعني في هذه المنافسات هذه، يعني كان خطا ديال التحكيم وكانوا انهم قرروا انهم يسحبوا يعني هذا من الكاف، دونك هنايا الجامعه كانت يعني على الاقل كيف ما قلتي انها تعقد اجتماع استثنائي وتقرر اشنو يعني يدير في هذه المساله هذه. شوف كما الان جهاز ديال الكاف، جهاز الكاف تيعيش مراحله الاخيره وانه ولا ضعيف، ولان اللوبي اللي تيسير كره القدم الافريقيه تشوه وتفضح، حتى الجامعه الملكيه المغربيه كيف ما تشوه اوزين ومشى في حالته، وكان قرار ملكي سليم على انه مشى في حالته اوزين داك الشويه اللي درنا في المونديريتو، وعلى انه هو من الاطراف الفاعله اللي كانت تطلب التاجيل، لحتى حنا المغاربه ما بقيناش عارفين واش بصح على ان ايبولا هي السبب في الغاء أو لا طلب تأجيل كأس العالم كأس العالم. وهي ما تسجلت شي حالة ديال إيبولا. ما تهمنيش أنا تسجل ولا ما تسجلش، حنا بغينا المغاربة بغينا نعرفوا الحقيقة الآن. بغينا نعرفوا الحقيقة، إذا كانت إيبولا تقول لنا ودها إيبولا كما قلتي غينيا ما تسجل فيها حتى شي حالة. أنا تنطلب من الجامعة لأنها ماشي قد المسؤولية وكان خصها اليوم تخرجها من الرأي العام وتشرح له طبيعة ديال هاد ديال 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 هاد العقوبات وشنو هو رد الفعل اللي غادي تكون. ماشي سي قجع ولا جهاز في ديالو غيبقاو يدوزو الويكاند ديالهم على خاطرهم، وحنا غنضيعو جوج ديال الاجيال، ما غنلعبوش كاس افريقيا 2017 وما غنلعبوش كاس افريقيا 2019. كان خصنا والعقوبة المالية كذلك اللي تفرضت عليهم بطبيعة الحال هي بشموليتها هي 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 نقول لك بالنسبة لي انا والراي العام شي دابا ناخذ شي ميكرو طوطوار وسولتي المغاربة غيقول لك الناس غتوقعوا هاد المسائل هادي. دونك انا تنقول الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والوزارة الوصية اللي ما بقاش لها، ما عندناش وزارة وصية الحمد لله من بعد ما تم إقالة أوزيل، تنتمنى أنا نديرو واحد البوز، ما بقاش عندنا كرة في البلاد، ما بقاش المنتخب الوطني المغربي تنشوفو حنايا ولا تيتقصى في الدور الأول، ما عندناش منتخب، ما عندنا حتى شي حاجة، تنظن هذه مناسبة ندير واحد البوز وإعادة هيكلة كرة القدم المغربية من اليمينين والكادي يعني من المدارس ونأهلو، ما بقاش عندنا لاعبين في مستوى عالي، ما بقيناش الأندية المغربية ما بقاش تفرق لنا لاعبين كبار، البطولة الوطنية تتمر في حسابات سياسية، الآن حتى السياسيين دخلوا المجال الكروي ولاو تيستقطبوا الجمهور ما بقاش يستقطبوا اللاعبين ولاو زعماء ديال الاحزاب ولا عندهم الاطراف. يعني شوف اوروبا دورات نافعه، انا تنتمنى نسالوا ماتش ونعاودوا اللعبه من الزيرو، انا هو اللي تنعتقد انا. اكيد شكرا لك على كل هاد يعني البساطه ديال الموضوع اللي غادي اكيد يدخل عند الراي العام بطريقه خفيفه ومبسطه. كان موضوعنا اليوم هو فرض عقوبات من طرف الكاف على المغرب وحرمانه من المشاركه في دورتين 2017 و2019، واكيد عقوبات ماليه اللي كتقدر ب 800 مليون سنتيم. مشاهدينا كان معكم منال وزميلي دريس حتى اللي قدمنا لكم هذه الفقره هذه، واكيد غادي نقدموها لكم يوميا عبر قناتكم الالكترونيه شوف تي في. في امان الله.